هل يؤدي الانقلاب العسكري إلى حل الأزمة الكورية؟ البعض ومنه الأمريكان بيفكروا إن ممكن يدعموا انقلاب عسكري في كوريا الشمالية بس تتم الإطاحة بزعيم كوريا الشمالية، والبعض بيقول لو تمت الإطاحة بزعيم كوريا الشمالية وإسقاط النظام في كوريا الشمالية عبر انقلاب عسكري، ده ممكن يؤدي في النهاية إلى مصلحة كوريا الشمالية ومصلحة آسيا ومصلحة العالم. مركز دراسات مرموق في مملكة السويد درس هذا الموضوع ونتائج دراسته كما يلي. نمرة واحد، قال لك مش بالضرورة إن لو حصل انقلاب عسكري في كوريا الشمالية تبقى النتيجة أحسن لو تمت الإطاحة بزعيم كوريا الشمالية. ليه؟ نمرة واحد، قال لك إنه ممكن يجي زعيم أكثر تهوراً وتطرفا وتشددا من زعيم كوريا الشمالية. على الأقل زعيم كوريا الشمالية عمل 6 تفجيرات نووية ووصل لصواريخ بعيدة المدى، ومع ذلك قادرين نتفاهم معاه، على الأقل إلى الآن ما ضربش أي مكان في العالم. فأنت ممكن تطيح بيه بانقلاب عسكري، لكن يجي لك زعيم يكون أكثر تهورا منه ويستخدم هو القنبلة النووية. الأمر الثاني أو الاحتمال الثاني، لو نجح انقلاب عسكري في كوريا الشمالية، هو أن تنقسم البلد إلى دويلات تحكمها جنرالات زي التاريخ القديم، كل جنرال يحكم دويلة في كوريا الشمالية، وده شيء في منتهى الخطورة. ليه؟ لأن دول هيدخلوا في حرب أهلية، والحرب الأهلية دي مش حرب أهلية عادية مثل الحروب الأهلية اللي ممكن تكون في أفريقيا أو أمريكا اللاتينية أو حتى في آسيا قبل كده، إنما دي هتبقى حرب أهلية تستخدم فيها ما تسمى أسلحة يوم القيامة. أسلحة يوم القيامة، وده تعبير بيطلق على الأسلحة الدمار الشامل الثلاثة: أسلحة النووية، الأسلحة الكيماوية، الأسلحة البيولوجية. كوريا الشمالية عندها الثلاث أسلحة، أسلحة يوم القيامة عند كوريا الشمالية، عندها سلاح بيولوجي قوي، ولو استخدموا دول اللي هم أطراف الحرب الأهلية في كوريا الشمالية، لو وقعت حرب أهلية ده معناه إن في كارثة في المنطقة. أيضا ثالث دولة تمتلك مخزون من الأسلحة الكيماوية في العالم بعد أمريكا وروسيا كوريا الشمالية. يعني لو قلنا ما هي الدول التي تمتلك أكبر مخزون من الأسلحة الكيماوية في العالم؟ 1 أمريكا، 2 روسيا، 3 كوريا الشمالية. يبقى إذن دي الدولة عندها عشرات القنابل النووية، وعندها أسلحة بيولوجية، وعندها أسلحة كيماوية رقم 3 في العالم في مخزون الأسلحة الكيماوية. تخيل بقى إنه لو حرب أهلية واستخدمت فيها هذه الأسلحة، في الحرب الأهلية هينتصر ناس وينهزم ناس. الناس بقى اللي انهزموا ووصلوا مرحلة اليأس في إن هم يرجعوا ياخدوا أماكنهم من جديد، هيستخدموا أسلحة الدمار الشامل. خلاص لو واحد ماسك جزء من البلد وفي حرب أهلية وبيحاول يضرب الآخرين ما قدرش عليهم، بدأ يتهزم أو مجموعته تقتل، هيستخدم السلاح النووي أو الكيماوي أو البيولوجي، أو إن هيبدأوا يبيعوه لجماعات إرهابية حول العالم ولمن يشتري السلاح النووي أو الكيماوي أو البيولوجي الكوري الشمالي. محدش هيقدر، طبقا لخبراء مركز الدراسات السويدية اللي تتحدث عن تقريره، محدش هيقدر بسهولة إن هو يجمع كل الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية لو حصل انقلاب عسكري على زعيم كوريا الشمالية. وبالتالي إذا سقط النظام عبر انقلاب عسكري في كوريا الشمالية، ده معناه ممكن زعيم أكثر تهورا يستخدم ما لم يستخدمه الزعيم السابق، أو إنه حرب أهلية بين فرقاء يستخدمون أسلحة الدمار الشامل، أسلحة يوم القيامة الثلاثة: الكيماوية والبيولوجية والكيميائية، وده معناه يبقى خطر كبير جدا على العالم.